أستاذة الدكتورة نهى بكر، شرفاني النهاردة أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. أهلا بحضرتك معي. سعيدة أن يكون مع حضرتك. ده شرف ليا والله. الله يخليك. أولا لما أتكلم عن روسيا وأوكرانيا لازم تبقي معايا، لأنه مش عارفة، أنا حاسة أنه للأسف واضح أن اللي جاي مش حلو، بس أنا أتمنى أبقى معاكي في حاجات سعيدة مش تعيسة كده. أنا عايزك تخففي من عليها شوية. وأنه يعني اللي جاي مش حلو بجد، وأنه الموضوع مطول، لأن كل شوية بتظهر حاجات بتعقد المشهد السياسي عند المتخصصين والمحللين عند حضرتكم. يعني فكرة الاستفتاء ده أعتقد أنه حضرتكم كنتم مستبعدينه من ضمن السيناريوهات، مش كده؟ شوفي حضرتك، إحنا حاليا في وضع شكله إيه؟ إحنا حاليا في وضع عندنا فكرة الاستفتاء، وهو أنه المناطق اللي روسيا مسيطرة عليها ابتدت تعلن أنها هيحصل فيها استفتاء عشان تنضم إلى روسيا مرة أخرى. وده معناه أنها عايزة تنضم لروسيا؟ لا، الحقيقة هم الأوكرانيين اللي فيها طلعوا، والباقيين فيها هم اللي هيتم معهم الاستفتاء في آخر شهر سبتمبر. لكن مش ده الأكثر خطورة بالنسبة لي. الأكثر خطورة بالنسبة لي عدة حاجات. أول حاجة هو التعبئة الجزئية، الإعلان عن أن روسيا تعلن عن التعبئة الجزئية. هنا إحنا بنتكلم على 300 ألف جندي سينضموا إلى يعني ما يحدث. مش روس ينضموا إلى هذه الحرب، يضافوا إلى 180 ألف اللي موجودين. يعني هنا عدد الروس اللي هيشتركوا في الحرب هيزيد 300 ألف. دخلنا في 500 ألف. صحيح إنه الناس في روسيا بتتظاهر ولكن ومعترضة، لكن الحقيقة إحنا هنا بنتكلم على تصعيد. التصعيد الأخطر لما نسمع من بوتين إنه يقول إنه لا يستبعد استخدام السلاح النووي، وهنا قدام كارثة. لأنه الحقيقة يعني ما بعد أول ضربة في السلاح النووي مش هيبقى فيه ضربة تانية، يعني خلاص هي انتهت. بالإضافة طبعا لأنه الحرب دي جت بعد أزمة وباء. فالاقتصاد يعني زي ما كنا بنتكلم قبل الهوى، الاقتصاد منهك بالفعل. صحيح. يأتي إلى يضاف إلى ذلك حرب مطولة من 24 فبراير، يعني الإمدادات، يعني الغذاء، لأنه إحنا عارفين إنه يعني أوكرانيا بتمد العالم بالحبوب. الطاقة الحقيقة، لأنه إحنا عارفين إنه برضو أوروبا بيجي لها جزء كبير من موارد الطاقة بتاعتها من روسيا والغاز. هنا هو بيراهن على الشتاء بوتين. واحنا شايفين التحركات الأوروبية اللي بتحدث، ماكرون بيسافر الجزائر عشان ياخد غاز، محاولات احنا في مصر بنقول ان احنا جزء من الحل، لانه الحقيقة احنا عندنا غاز وعندنا قدرة على تسييل الغاز، عندنا محطتين تسييل أقوياء جدا. اللاجئين والأزمة الإنسانية والناس اللي متشردة، اقتصاد منهك، يعني سياسيا الوضع سيء جدا. يعني بيوضح انه ان التنظيم الدولي، احنا عندنا نظام دولي فيه سيولة شديدة، ما بقاش في قوة عظمى ولا اتنين بيحكموا العالم، قوتين، لا، في حالة سيولة. والتنظيم الدولي اللي بينظمه اللي هو الأمم المتحدة في حالة فشل تام. صحيح. يعني ومستمر الحقيقة. هو كان فاشل، بيفشل، وزي حالي وغيرنا بنتكلم على إزاي يتم الإصلاح. لكن الحقيقة زي ما شفنا هو غير قادر على التعامل مع أزمة بهذا الحجم. فطبعا دوت بيوضح انه احنا قدام صورة سيئة جدا. تأثير الصورة دي ايه؟ تأثير الصورة دي واستمرار الحرب زي ما قلنا بيلعب على ملف الشتاء والاحتياج للطاقة. بيلعب على انه الناس في اوروبا تبتدي تضج من اللي بيحصل لو في حالة ان الطاقة مش موجودة. نقف عند اوروبا، هو بي